السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة سحرية في إن هي بتراقب الشاشة بتاعتك وتبدأ إنها تسجل كل الخطوات بتاعتك وتحولها لك لفيديو. فأنت مثلا بتبدأ تعمل الشرح وهو بيتابع الحركات بتاعتك، بيتابع كل خطوة، بيتابع كل التعديلات، وتقدر إن أنت تعمل الشرح بتاعك. فهي بتسجل الورك فلو بتاعك أو الخطوات اللي بتعملها عشان تشرح، ويبدأ إن هو ياخد اللقطات، وفي الآخر تلاقي فيه فيديو ظهر وبيتعمل ديزاين احترافي، تقدر تعمل بلور او تمويه لاجزاء معينه، وبعد كده تقدر انت تشارك المعرفه دي. هذا هو الاكستنشن. تقدر انت تسطبها على المتصفح بتاعك ايا كان، لان ده جوجل كروم، هتلاقي الشرح بتاعه سهل جدا وبسيط. هو اوتوماتيك بيراقب كل الخطوات اللي بتعملها، وفي الاخر يديك الفيديو اللي انت عايزه.